لكم الصحة عيدكم وكل عام وانتم بخير في نهار اليوم. جستومو في النهار تاع اليوم جينا هنا لواحد القرية سموها تاغزوت، إن شاء الله نجي نديروا فيها برنامج نتاع مناطق الظل. هي منطقة من المناطق النائية. حنا الوكازيون باسكو اليوم نهار عيد ونهار كما قال صحة عيدكم، وما تاكلوش بزاف المشوي، روحوا غير بشوية بشوية. العدد تاع اليوم درنا لكم خاص، فيه شوية تاع الاسكات، فيه شوية تاع لي بيتيزي. جوستومون راني في هذه القرية هنايا، كاين ناس تاع الخير داروا مقابلة في كرة القدم، يعني دي تورنوا، وداروا لي فائدة واحد الإنسان مريض راهم يعاونوا فيه، ربي يجيب له الشفاء. راها مقيومة لها ب 280 مليون، كاين واحد الجمعية الله ربي يبارك 280 مليون، كاين جمعيه ربي يبارك فيهم ويتقبل منا ومنهم ان شاء الله صالح الاعمال يا رب العالمين. عاونونا ب 600 يورو، يعني اللي هي 140 مليون، بقات لنا مبلغ تاع 140 مليون رانا نجمعوا فيه. رانا نجمعوا فيه ان شاء الله. بريسكول رانا جامعين واحد 50 مليون هكا ان شاء الله، ولا 40 مليون، ما باقيش بزاف، يعني 100 مليون ما تقبضش الجزائريين. وان شاء الله هشام ربي يوفقه ان شاء الله ويمشي يعالج ويجي. هشام خويا سلام، كراكم باس؟ احكي لي، رياضي ولا كيفاه؟ رياضي بامتياز 100%. كنت عبالون صارت لك حادثة؟ حادث مرور، نعم، حادث مرور سنة 2018. كنت صوب ولا؟ كنت حدا الشيفور. كنت حدا الشيفور؟ فواتي فواتي لوطو. احكي لنا كيفاش؟ فواتو ديرابينا، وعندي مشاكل بزاف، مشاكل تاع عظام، مشاكل مسالك بولية. مشاكل في الجزائر ما كانش. هنا في الجزائر درت شحال مع عمليات وما نشحوليش، درت شحال مع عمليات ما نشحوليش، ما نجموش يردوا لي مصراني، ما نجموش. هما قالوا لك لازم تروح تركيا؟ لازم 100% باسكو درت شحال مع عمليات. شحال خسرت فيهم دراهم؟ درت في السبيطار عند الدولة، سبيطار بين تلمسان ووهران. حتى حاجة ما قدروا. حتى حاجة، حتى حاجة. سيتاديكا عملية داخلة في عملية. ياك هذه. عندها شحال من عملية؟ بالك ستة ولا خمس عمليات هذه داخلة في هذه. حاجة بحاجة. وهذه 280 مليون غير باش ديماراج، باش يقاي، باش غير باش التشخيص، عندها باش يحكموا. مازال عاد بعد مازال فيها ما ابراهيم كحت عندي هذه اسمها غير التشخيص، غير باش التشخيص، باش يقبلوه من هذه غير باش تبوانتي في تركيا 280 مليون. يستقبلوه يبوانتي تشخيص، تشخيص بلي زوج عمليات تاع عظام يمهدوا الطريق تاع عمليه تاع عمليه تاع مسالك بوليه باسكو بوزيسيون ما ساعدهمش. كنت لقيت الناس هكا واقفين معاك؟ راني فرحان، فرحان بزاف الحمد لله. سالم قالك جا عندك؟ الحمد لله، كنموت نموت فرحان الحمد لله، باسكو الناس قاع تبغيني، الناس قاع وقفت معايا الحمد لله. لولا من حندير النداء هذا لابناء المنطقه هذه، قريه تاغزوت بصفه خاصه، بصفه خاصه، لاخاطش الحمد لله كاين الناس اللي عندهم الدراهم هنايا. هذا ولدكم 280 ما كان والو، 280 كاين ناس عندها الدراهم، كاين ولدكم. والله لا الله ما نعرف، لا اله الا محمد رسول الله. واش غادي نقول لك؟ الحمد لله على كل حال. الله يحفظكم. شكون باغي يهضر معك؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال جمعيه تسعى للخير المكتب الولائي تلمسان، منذ أن سمعنا بالقضية نتاع الأخ هشام يعني تجندنا باش نعاونوه وباش نكونوا في المستوى نتاع هذه الجمعية. يعني إعلاميا نشطنا، إعلاميا وصلنا القضية نتاعه، وإن شاء الله مازال نزيدوا نوصلوها للسلطات المحلية باش أيضا تكفل به. احنا رحنا ماضيين معك سي هشام إلى الأخير. وبصفتي كرئيس بلدية عين تلوت، أولا نرحب بكم بالإذاعة نتاع بير تي في، قناة بير تي في. اولا نرحب ثاني بهذه المبادره اللي قاموا بها هذه الجمعيه على اساس انه نعاونوا هذا المريض وليدهم. وانا كرئيس بلديه اللي استعديت يعني ودرت دعوه لجميع رؤساء البلديات اللي حضروا معايا هنا، لجميع من بينهم رئيس بلديه عين نحاله، كذلك رئيس بلدية ولاد ميمون، كذلك رئيس بلدية بن سميل. وبهذا الحضور اللي كان شرفنا الحضور تاع رئيس الدائرة، وعلى أساس أنه باش نبادروا ونسعوا لهذا العرس الكروي، وإن شاء الله يكون هذا العرس الكروي تكون بنتيجة ونعاونوا هذا المريض. العملية مستمرة، والسلطات المحلية هي بدورها راح يكون عندها دور إيجابي إن شاء الله.
انطلاقا من رئيس الدائره رئيس البلديه حتى البلديات المجاوره اللي راح وعدونا باش تكون كاينه مساهمه فعاله من قبلهم ان شاء الله. حنا نتمنوا الشفاء العاجل للاخ العزيز على قلوبنا، هو بالدرجه الاولى مواطن جزائري. يمشي كرة وسط الميدان، يمشي كرة. يا 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 رياض، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض. با 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 جول. رياضة. السلام عليكم. لاباس غاياك يا لكم. سافا غايا. إبراهيم مليحة. الحمد لله. شتكم كيما كي سجلتوا تيريتوا غير خير. ها نبغوا فيلاج، ها نبغوا فيلاج ناولي. انا قلت راكم قابلينهم هنا اللي ماركيت. لا اللي ماركيت طرد تقول البالو. اي تريبيا، كي تشوف اجواءكم هكا وتضامن مع انسان مريض كيف تحس روحك؟ نحس روحي كاع 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 غايه كاع والله. تشوف روحك تاع بصحته مسكين هو. وولد عمي. ولد عمك هو. ولد عمي وانا اللي رفدته وديته السبيطار مدقدق مسكين والله. وطحنا ونضنا معاه وما قديناه. معليش انت زيد دير النداء تاعك للجزائري اللي متفرجوا في البرنامج ان شاء الله. الله يجيب له الشفاء امين ويرحم الموتى امين ويحيي الشهداء. الله يرحم الشهداء. الله يرحم الشهداء والله يحفظكم ثنيتكم. مرحبا لنا وحده. نوجدوا لكم ها. نوجدوا لنا وحده اخ لها ربها. الكاميرا شوف شوف بالك بيت بالك بيت بالك بيت بالك بيت. هيليال 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 هيليال. حارس 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 جبدها. هيا هيا وجد. اها واحد استلم في الكورنين الى ماركاو تيري وجد. ريانا لاباس عليكم اخياتي لاباس. يا قد ما تولد الدنيا تفنى الاعمار يا الاحباب. يا انا لاباس لاباس خياتي لاباس. يا اطمح محنا وذاق الدروحنا ويا اللي فيك الرحمه وتعجلنا ستير. يا عينا الاحمر الاحمر يا كل للدار. يا خويا استنى استنى شويه انا من بعد من هي من بعد من هي وتيري على روحك انا. مازال شويه مازال شويه يخرج مصطفى ونديروا الداي داي. اخلاد ربا يا اخلاد ربا. راكم ديما في برنامج مناطق الظل، برنامج الدوار، هذا العدد سبيسيالمون لهذا الانسان اللي راكم تشوفوا فيه الصوره اللي راهو محتاج الدعوات تاعكم واللي راهو محتاج باش تعاونوه. بيت 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 هي هي هي. تلاقاو بعد الفاصل.